صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، يقول: من هو المستثنى؟ وهل تثنى الله أعلم، لكن الله جل وعلا لا شك أنه مستثنى، لأنه الحي الذي لا يموت ولا يبقى غيره، ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا يقينا. أما غير الله فالله أعلم. نعم.